اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقائنا المتجدد يوميا مع برنامجكم اليومي تحت الطبع الذي نتعرف فيه على اهم الاخبار والموضوعات الصادره صباح الغد في الصحف المصريه. حلقه اليوم سنتناول فيها جريده الوفد ونتعرف منها على اهم الاخبار والموضوعات التي تناولتها، وسعدنا ان يكون معنا للتعليق عليها ومزيدا من التوضيح وتحليلها الاستاذ محمد زكي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الجريده. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمد واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وبدايه مبروك لمصر اتمام الاستحقاق الثاني وممارسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام منصبه، وهنبتدي على طول ندخل في الموضوع وما استجد على الساحة من اليوم الثاني والثالث بعد تولي مهام الرئاسة. الفريق الرئاسي من صفحة 2 الوفد متناولة، الفريق الرئاسي للسيسي كامل مديرا لمكتب الرئيس والشريف قائما بأعمال رئيس الديوان وأبو شقة مستشارا قانونيا وعلي مديرا لمكتب الإعلام وبقاء بدوي متحدثا رسميا. بداية أعرف هذه الأسماء كاملة مين بالظبط ومدى صحة هذه المعلومة ودقة. وأنا عايز أؤكد على شيء مهم، إن الحمد لله بالأمس كان هناك حفل تنصيب المشير أو الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي. الشعب المصري كله أصبح النهاردة عندنا رئيس لكل المصريين، خلاص مهيبة الحقيقة. وهناك أنا استشعرت من الأمس كآلاف الملايين المواطنين بفرحة غامرة. هذه الفرحة تركت في نفسي ثقة، عادت مصر إلى المحفل الدولي الوقتي وأيضا المحلي. احنا عندنا يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبده بيرزقه بالبطانة الصالحة. الرسول أكد على ذلك، ومن هذا المنطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار بعناية فائقة، او سيختار واحنا ان شاء الله من كواليس الرئاسة توصلنا الى هذه الاسماء. عندنا عباس كامل مديرا لمكتب الرئيس السيسي، وايضا هشام الشريف قائما باعمال رئيس الديوان، وايضا الدكتور محمد ابو شقة مستشارا قانونيا، وايضا واحمد علي مدير المكتب الإعلام، وأيضا إيهاب بدوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية. ده البطانة الصالحة، ده لسه ده الباقورة الفريق الرئاسي. إن شاء الله نتمنى أن تكتمل الحكومة إن شاء الله، ويكون هناك تناغم في ما بين الرئاسة وبين الحكومة القادمة إن شاء الله. النهاردة تولى المهندس إبراهيم محلب الحكومة الجديدة، هو الآن أعتقد في كواليس إخراج هذه الحكومة أو تشكيل هذه الحكومة. بداية المعلومة دي مؤكدة أم شبه مؤكدة؟ المعلومة دي حضرتك اللي هي الفريق الرئاسي المحيط بالسيد الرئيس؟ لا، هذه المعلومات هي من مصادرنا، ولكن هي أقرب للصح لأن لم يصدر بها قرار في هذا، ولكن هذه معلومات احنا ننفرد بها ان شاء الله في جريدة الوفد، في جريدة الوفد غدا. هذه معلومات من مصادرنا هي موثقة 100%، ولكن لم يصدر بشأنها قرارا رسميا ان شاء الله. هذه الاسماء ستكون المعاونة للرئيس عبد الفتاح السيسي. استاذ محمد، هل هناك معاونين اخر ام لجان اخرى، هيئات اخرى في طبيعي يعني النهارده ما فيش شك ان الفريق الرئاسي لا يضم 10 او 20 اسم، ولكن اسماء، ولكن ان شاء الله سيكون بطانة صالحة ويكون فريق رئاسي مقاتلين. انا بقول مقاتل لان احنا محتاجين، احنا مرحلة حرب من الان، مش حرب بالمعنى اللي احنا فاهمينه، ولكن حرب مع الزمن. احنا النهارده ادانا مهلة ان شاء الله بداية هنحس بس نستشعر بتحرك العملية كلها في خلال 6 شهور. الشعب المصري انا عايز اقول له نصبر شوية، احنا ان شاء الله جالنا رئيس لكل المصريين وليس رئيسا خارج المنظومة اللي احنا عارفينها كلها. اخيرا قبل الانتقال للموضوع الثاني، متى سيتم الاعلان عن هذا الفريق الرئاسي؟ خلال الايام الساعات القادمة، لان خلاص مع التزامنا مع حركة محافظين وايضا تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. إذا ننتظر بإذن الله وساعتها تنكشف تفاصيل أكثر إن شاء الله. طيب، وننتظر الشعب المصري يعني أخبار سارة لي إن شاء الله
منذ تولى الرئيس الفتاح السيسي. بإذن الله. الصفحة الثالثة، السيسي يعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة، التعديل خلال يومين وتغيير 9 حقائب وزارية وإنشاء 3 محافظات جديدة. برضو أول حاجة تهمنا، هل هذه المعلومة مؤكدة عن مصادر مؤكدة؟ أولا أنها توقعات، لأن إحنا الحقيقة من فترة كبيرة كانت هناك توقعات كثيرة، كان هناك توقع بالتعديل، كان هناك توقع بالتغيير وهكذا. الآن بدأ أن هو توقع أن هو الحقيقة هتكون تعديل 9 حقائب وزارية، هل هي 9 أم أكثر أم أقل؟ لا، أولا اليوم قدمت حكومة المهندس إبراهيم محلب استقالتها لرئيس السيسي، وعقب تقديم الاستقالة كلف الرئيس السيسي المهندس محلب مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة. زي ما أنا قلت، حكومة مقاتلين وليست حكومة مكاتب مكيفة. إحنا محتاجين زي ما أنا قلت مقاتلين، فبالتالي هناك أكتر من 9 كمان، أكتر نص، هناك معلومات قد يكون نص المحافظين ودمج بعض الوزارات الأخرى مع بعض، على أساس إن إحنا مش عايزين يبقى الحكومة يعني باللغة بتاعتنا يعني موسعة، ولكن في النطاق ضيق تؤدي مهمتها في الفترة العصيبة اللي إحنا مروا بها. كان هناك كلام عن بقاء الوزارات السيادية. هذا في الشأن، هذا شأن خاص بالرئيس الجمهورية المشير أو الرئيس عبد الفتاح السيسي. عادة الخارجية والدفاع وهذه الوزارات يعني تخضع لاختيار رئيس الجمهورية، وأيضا بعد رجوع لرئيس الوزراء. احنا عايزين الدستور الجاي رئيس الحكومة بصفة عامة، رئيس الحكومة القادم إن شاء الله مع البرلمان هيبقى من أقوى الحكومات، ولكن انا بعتبرها يعني هذه الفتره دي يعني تسيير اعمال، حكومه تسيير اعمال بعد ان شاء الله، انتظارا لتشكيل البرلمان القادم والحكومه الجديده التي تنتقل بمصر وتنطلق بها ان شاء الله في اعتقد الانتخابات البرلمانيه هتبقى بعد منتصف شهر يوليو، شهر 7، هتكتمل اعتقد في شهر 10 القادم. طيب، يعني نقدر نقول دلوقتي السؤال بس، هل هو المهندس ابراهيم محلب شكل بتشكيل حكومه جديده لتسيير الاعمال، ام الحكومه الجديده؟ هي حكومه جديده، ولكن انا من وجهه نظري هي حكومه تسيير اعمال، لانها لحين انتخاب البرلمان طبيعي. تمام. ولكن هذه حكومه مشكله وليست تسيير اعمال، ولكن انا من وجهه نظري قلت تسيير اعمال، ولكن هذه الحكومه هيختار بعنايه جدا، وبالذات الوزراء، يعني هو ممكن بعض الوزراء يستكملوا بعد في وزراء يستحقوا يستمروا في هذه الحكومه. تمام. ولكن في هناك اخفاقوا كتير، يعني بعض الوزارات انا مش هقول مسمياتها، ولكن اخفاق في أعمالها سيتم استبعادهم واستبدالهم بوزراء مقاتلين يمشوا أو يسيروا في مسيرة المسيرة إن شاء الله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ محمد، المحافظات الثلاثة هل تم تحديدها؟ أعتقد سيناء دي من المحافظات برضو لحتى يعني هيضيفها، يعني تبقى سيناء ممكن تختلف شوية، يبقى ياخد في التقسيم الإداري ممكن تقسيم إداري جديد، ولكن حتى في صالح هذه الوادي الجديد ممكن، يعني اللي هي متخمة أو اللي هي النائية أعتقد في هناك إضافة جديدة، ولكن القاهرة مثلا وحلوان لا، ما هي زي ما هي، لأن حصل مشكلة، لأن تعرف المحكمة الدستورية كانت تقع في نطاق محافظة حلوان، وحصل مشكلة دستورية والقصة رجعت تاني. القاهرة هي القاهرة، القاهرة الكبرى اللي هي الجيزة والقليوبية والقاهرة دي مستمرة. احنا عايزين نقول كمان أيضا في حركة محافظين بالتزامن بعد موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. تمام، ننتقل للصفحة الثانية، اليوم عودة عدلي منصور لممارسة عمله بالدستورية، المستشار الجليل يرأس المحكمة حتى 30 من يونيو 2015. الحقيقة تكريم المستشار الرئيس المنتهي ولايته الرئيس عدلي منصور كان يعبر عن رغبة أيضا من جموع المصريين وملايين المصريين. هذا الرجل أعتقد أنه هناك إجماع من الجميع ولا أستثني إلا القليلين، يعني أنه يستحق وبجدارة هذا التكريم. أعرف من حضرتك أيضا تعليق سريع على التكريم وطبيعة عمل المستشار عدلي منصور وإلى متى الخبر. لا، أنا عايز أقول للمستشار الجليل عدلي منصور الرئيس الذي انتهت ولايته أو رئاسته، أديله التحية
نيابة عن الشعب المصري تحية تقدير واعتزاز، لأن أثبت أنه كان رئيسا استطاع أن ينقلنا إلى مرحلة جديدة باقتدار. هذا المستشار الجليل يستحق قلادة النيل، هذا الوسام الرفيع يستحق من الشعب المصري التحية والتقدير، لأن هذا عانى، وهو قال في حديثه الأخير أنه عانى هو وأسرته عشان يخرج من النفق المظلم اللي هو إحنا اتحطينا فيه. تحية تقدير لهذا الرجل المستشار. عايز أقول إن بالأمس شاهدنا على مرمى التلفاز، أجهزة التلفاز، شموخ داخل المحكمة الدستورية. عندنا علماء، عندنا فقهاء، ده هي دي مصر، شيوخ القانون، هي دي مصر، وشيوخ القانون والأدب وكافة الفنون الأخرى، هم فقهاء في أعمالهم ولكن في الأمور الأخرى. احنا النهاردة الحمد لله نفتخر ان احنا عندنا هذه القضاء الذين أثبتوا للعالم ان هم جزء من هذا الوطن، ولن يتخلوا في شخص تحديدا المستشار عدلي منصور عن موقفه الجريء الذي تبوأ هذا المركز، هذا المنصب الرفيع، واستطاع أن يقوده باقتدار. وقيل عنه الحقيقة أنه رجل أراد المنصب وهو لم يرد المنصب، يعني وعاد واستعاد لمصر هيبتها في فترة مجازة جدا وقليلة بعد أن غلبت وطغت عليها أشكال كثير من الفوضى ومن التخبط والاضطراب، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي بشكل أو بآخر. يعني يكفي أنه أصدر يعني في عهده عدد من القوانين مهمة، من أهمها هذا موضوع القوانين، ده موضوع تاني، موضوع يعني التحرش وقانون البرلمان الجديد ومباشرة الحقوق السياسية، يعني في إنتاج في عهده ما كانش ماسك رغم الفترة الزمنية تناهز السنة وما كملتش السنة. لا ما كملتش السنة، هو المفروض 30 يونيو هو إن شاء الله هيرجع إلى عمله إلى في 30 يونيو، لأنه كلف منذ هذا التاريخ، قعد سنة أقل من سنة شوية، ولكن إن شاء الله 2015 30 يونيو 2015 ده سن إيه أو تاريخ إيه؟ ده يعني السن القانوني يعني السن القانوني، يعني هو برضو موافق ده السن القانوني، سن الانتهاء على المعاش، انتهى خدمة فترة خدمة 2015. ننتقل للصفحة الثالثة، نعود إليها. الرئيس وافق على دعوة لزيارة إثيوبيا، السيسي التعامل مع سد النهضة بأكبر قدر من الشفافية والتفاهم لمصالح كل الأطراف. طبعا مفاجأة كانت الدعوة وزيارة أو قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة إلى إثيوبيا لوضع حد وحل جذري لمشكلة سد النهضة. هو كان شعار السابق كان يقول لك النهضة، أنا بقول تعطيش الشعب. للأسف الشديد دخلنا في معركة كلامية وقانونية مع الشقيقة إثيوبيا، ولكن توجيه الدعوة من الحكومة الإثيوبية إلى الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي بأكد زعامة مصر للقارة الأفريقية بدرة خير، وإن شاء الله سيدير هذا الملف باقتدار، لأن احنا داخلين على معركة الناس برضو مش واخدين بالهم، معركة المياه هتبقى أقوى معركة في السنوات القادمة. أنا يعني على مستوى عندي العالم في شخص طبيعي مش في مصر، مش أنا بقول على أنا عندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى وفي شخص الرئيس السيسي وفريقه الرئاسي إنه يستطيعوا أن يديروا هذا الملف، ملف سد النهضة باقتدار. وتحية للرئيس المشير آسف الرئيس السيسي على هذه تلبية هذه الدعوة إن شاء الله. متهيألي هذه الحكمة والحنكة اللي كان بيحتاجها هذا الملف لإدارته، وأيضا للتوصل إلى حلول جذرية بدون الإضرار بأي طرف من الأطراف أو مصالحهم. المشير أو الرئيس آسف الرئيس السيسي إن شاء الله سيدير هذا الملف باقتدار، بيرجع لكل كبير وصغير في هذا الملف القرار بالإجماع. هناك خبراء عندنا في هذا المجال، هو هيرجع ليهم في هذا المجال ويتخذ القرار الذي يتناسب مع حجم مصر ومصالح مصر العليا. واعتقد نقطة هامة جدا حكاية اعلان عن ان الشفافية اكبر قدر من الشفافية، لان احنا عشنا فترة من التخبط المعلوماتي.